منتخب الجزائري امام موريتانيا. مساء النور عليكم وعلى كل المشاهدين. الاجواء عظيمه في البطوله هنا في افريقيا، وافريقيا جماعه حاجه مختلفه وشغف مختلف وحاجه جميله. النهارده مباراه صعبه على منتخب الجزائر، صعبه جدا على فكره، لان كل المباريات في افريقيا صعبه. شفنا كوت ديفوار امبارح صاحبه الارض بتتغلب 4، فما تقلقش من اي نتيجه او ما تزعلش من اي نتيجه تشوفها في فريقك بعد كده، صاحب الارض نفسه بيتغلب 4، فانت لما تتعادل اطلع مبسوط. مصر الحمد لله تاهلت امبارح برضه بالتعادل، 3 تعادلات تاهلنا الحمد لله، بنبص ايدينا وش وظهر. النهارده مباراه الجزائر مع موريتانيا، موريتانيا اتغلب المباراتين ولكن اتغلب بصعوبه جدا، اتغلب بفرق هدف، يعني خصم صعب، 2 شقيقتين، دوله شقيقه موريتانيا والشقيقه الجزائر. النهارده الجزائر يعني كده كده هتتاهل، سواء التاهيل الثاني او التاهيل الثالث كده كده هتتاهل، لها حظوظ كبيره في التاهل. ان شاء الله تتاهل الجزائر وتروح لدور 16، ولكن الجزائر لو التاهيل الثاني هتروح في اخر الدنيا في قروجه، التاهيل الاول هتفضل في ملعبها، التاهيل الثالث هتروح ابيجان. كل التوفيق للجزائر، اجواء ممتازه واجواء صعبه زي ما قلت، ولكن كل التوفيق لهم النهارده. ما اقدرش اقول مين اللي هيفوز لان كمان موريتانيا دوله عربيه، فخد بالك ما اقدرش اقول مين اللي هيفوز، ولكن عايز اقول لك ان هي اجواء عظيمه وان شاء الله نستمتع بها كلنا.